جد سعيد انني متواجد اليوم في المهرجان الدولي ديال افرا لاول مره، وبين هاد الثله من المع النجوم العرب والمغاربه، فهذا كيشرفني وكيخليني ان شاء الله نعطي كل ما عندي في الساره ديال اليوم باش نرضي الذوق ديال الجمهور المغربي والجمهور ديال مدينه افران الذواق. الجديد ديالي كيف ما قلت هي واحد الاغنيه اللي مختلفه على كاع داكشي اللي داز اللي غنيت من قبل، وواحد الاغنيه غادي نغني فيها اللون الشعبي بواحد الطريقه ديال مهدي مزين، دونك كنتمنى تعجب الناس وتلقى الاستحسان ديالهم كيف ما كانوا لي بروجي اللي قبل. اغنيه شعبيه، انا مشيت للشعبي لانني عمري جربت، كنت درت واحد الاغنيه يا ويلي فواحد شويه بتوجه شعبي. بالحق دابا غادي تشوفوا واحد الشعبي اخر اللي كنهضر عليه، ما يمكنش لكم تفهموا الا لما سمعتوش الاغنيه، كنقول للناس يتسناوها قريب ان شاء الله. ان شاء الله من بعد الجوله اللي عندي في المغرب ديال من بعد المهرجانات في المغرب في البلاد ان شاء الله، كاينه جوله خارج المغرب ان شاء الله اللي غادي نكشف عليها قريبا دات للناس ان شاء الله يا ربي. عندي جوج ديال الحفلات حاليا في الجزائر في البدايه الشهر الجاي ان شاء الله يا ربي، ولان الاغنيه اللي خرجت في قلبي جدر حققت واحد النجاح باهر في الجزائر، ودابا كيسمعوها الناس في الجزائر وكيعيطوا لي لزارتيست من الجزائر كيقول لي راه الاغنيه ديالك ضاربه بزاف عندنا في الجزائر، دونك ملي عيطوا لي ما ترددش باش نمشي نتلاقى بالجمهور ديالي الجزائري ونغنيو مع بعضيات اغنيه جديده ان شاء الله يا ربي. غير توجد راه غادي نطلقها، علاش لا، السيمانه الجايه ان شاء الله، يمكن السيمانه الجايه. الاغنيه هي من كلمات محمد المغربي ومن الحاني ومن توزيع مدارة طريق الحجيري.